الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام متابعين أيها السادة الرياضيين، مرحبا بحضراتكم في ثاني أو ثالث لقاءات الليلة. عرضية الآن عكسية طويلة للأمام الآن، والرأسية جول أول في المباراة، هدف أول في المباراة، الارتقاب عاليا فوق الجميع في اللقطة الماضية. الضربة الرأسية كانت مثالية ورائعة، من سجل الهدف في اللقطة الماضية؟ الارتقاء بصورة عالية ثم بعد ذلك الضربة الرأسية، من سجل؟ وليد، إذن هو من ارتقى عاليا. وعماد عيوني، الكرة الثابتة الآن، عماد عيوني بيصوب الكرة الماضية باتجاه المرمى، والعسيري يصطاد الكرة الماضية. رمية جانبية ملعوبة سريعة، الاستلام الآن، تكافؤ في المستوى إلى حد كبير، والأفضلية بيضاء، والثاني يضيع. يا الله على الكرة الماضية، يا الله على اللعبة الماضية، كان بالإمكان أفضل مما كان رغم الرفع. مباشرة فضة، فضة يلعب الكرة للأمام، استلام في اللقطة الماضية من فضة، ثم لمسة وانطلاقة مرتدة مرتدة مرتدة، ويا سلام وليد وليد وليد، روح 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 روح، لكن وين وين هذه اللعبة؟ وين إلى خارج أرضية الملعب؟ حتى الموارد البشرية، الكرة تنقل في الجهة اليمين بحثا عن التقدم من جانب مازن، كرة عرضية تصويبة، الله الله على الكرة الماضية، جميلة كانت حلوة كانت، يستعيد الكرة الماضية مروان، ينقل الكرة في اليسار، الانطلاقة من جانب ساهر، ساهر لازال ساهر لازال، عرضية خطيرة، الله نعم الغاضبون يفعلونها، الغاضبون يسجلونها، الغاضبون يعدلونها، واحد واحد في أرضية الميدان، ولع يا قمة، ولع يا مباراة، ولع يا مهاجم، واحد واحد، نعم مدينة الملك عبد الله يعودون، مدينة الملك عبد الله يسجلون، والنتيجة تعود إلى نقطة البداية، ولكن بالتعادل الإيجابي. تذهب إلى جانبية لمصلحة الموارد البشرية، الكرة تعود من جديد لمصلحة نعم عمار، ينقل كرة أمامية تتخلص وتعود في منتصف أرضية الميدان، وبهكذا طريقة أيها السادة أيها المشاهدين، صافرة الحكم عمار حبيب تأتي الآن لتعلن عن نهاية الفترة الأولى. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، أيها السادة أيها الحضور، نعود وإياكم لانطلاق مجريات الشوط الثاني. شوط أول انتهى بالتعادل الإيجابي، سجل فريق الموارد البشرية أولا عن طريق وليد، بعد ذلك حافظ أعاد فريق مدينة الملك عبد الله في أرضية الميدان نعم على مستوى انطلاقة الأيام الأولى من بطولة نادي الوحدة أبطال مكة، والدور التمهيدي في هذه البطولة والأيام الأولى من هذه البطولة نالت الكثير والكثير من الدعم الكبير، لكن بعد هذه الكرة نتحدث، بعد هذه الكرة نكمل، الكرة من وليد، وليد يصوب مرة أخرى الكرة في القائم، لا زالت المتابعة، عسيري تميرة وصلت لثامر، الكرة في اليسار لمصلحة حافظ، تحصل على الكرة الماضية، يلعب كرة أمامية، لكن لا أيضا هناك ثلاث مواجهات، لكن الآن مصطفى يلعب كرة عالية رأسية خطيرة في اللقطة الماضية، على مرتين يتصل عسيري يرسل كرة أمامية، الكرة تبعد وتصل للخلف من جانب حافظ، تميرة توسط من جانب عبد الله، هذه الكرة خطيرة، هذه الحافظ فيها راية وتسلل، نعم تسلل كان حاضر وموجود، وهنا نشاهد أيضا تبديل كذا طريقة وفي توقيت مميز، كرة تلعب عالية، هذه الكرة خطيرة، الله على الكرة الماضية، الاستلام كان حلو، الكنترول كان جميل، ولكن النهاية لم تكن بنفس الجمال، خطف الانتصار وخطف النقاط الثلاث، الكرة من حافظ، هذه الكرة في اليسار، ساهر ساهر ساهر، مستحيلة يا ساهر، مستحيلة يا ساهر، كرة جول، كرة لمصلحة الموارد
البشرية. كرة تنفس سريعة في الجهة اليمين، محمد يحيى يبحث عن التقدم، حسان حسان التغطية الدفاعية، المحاولة مستمرة، وفي اللقطة الماضية وبهكذا طريقة أيها السادة